بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما يوسع علم الله. اللهم يا رب العالمين، اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك لنا ولسائر المسلمين أن تصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعي. وما زلنا في تفريعات كتاب النكاح، فصل. والمحرمات أي ما يحرم نكاحهن، ما يحرم نكاحهن من النساء يعني. يقول فصل: والمحرمات أي المحرم نكاحهن بالنص، لأن هو ليه فسرها المحرم نكاحهن؟ لأن المرأة نفسها، الأم نفسها مش حرام، لكن نكاحها هو اللي حرام، فهو وصف الفعل مش وصف الذات. عشان كده في الشرح قال أي المحرم نكاحهن، لأنه قال المحرمات على الزوات، فحتى لا يختلط فشرح أي المقصود ليس صفة للذات، التحريم غير متعلق بالذات ولكن متعلق بالفعل وهو النكاح. ما تقولش تقول مثلا أختي حرام، يعني إيه حرام؟ يعني حرام زواجها، فهمت إزاي؟ خالتي حرام، يعني حرام أتزوجها، وهكذا. يبقى إيه؟ التحريم متعلق بالفعل وليس بالذات، واضح؟ عشان كده في الشرح في دقة، يعني الشيخ ابن قاسم الغزي أراد أنه يلفت لهذا المعنى. فصل: والمحرمات أي المحرمات نكاحهن، أي المحرم نكاحهن بالنص، بالنص يعني بالقرآن، بنص الآية 14، وفي بعض النسخ 14، 7 بالنسب وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح، لكن مع الكراهة، سواء كان المزني بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. والأخت، يبقى الأم الأول وبعدين الأخت، الأم، البنت، الأخت، كل دول ما بنتجوزهمش. شقيقة كانت أو لأب أو لأم، إحنا عارفين الإخوة ثلاث أنواع: إخوة أشقاء من أب وأم، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم. الإخوة الأشقاء يسموهم إيه؟ إخوة أعيان، والإخوة لأم يسموهم أخياف، واخد بالك؟ والإخوة لأب يسموهم علات. يبقى في إخوة علات وإخوة أخياف وإخوة أشقاء، كويس؟ أعيان يعني. يبقى عندنا ثلاث أنواع: الأعيان هم الأشقاء، والأخياف هم لأم، والإيه؟ والعلات لأب. حديث النبي يقول إيه؟ نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أمهنا شتى، أمهاتنا شتى، وأبونا واحد. فإذا تعددت الأمهات والأب واحد يسموهم علات، كويس؟ أمهاتنا شتى في الحديث أي شرائعنا شتى، شبه الشرائع بالأم. وأبونا واحد يعني الدين إسلام واحد، فشبه الدين بالأب وهو واحد، الدين عند الله الإسلام. ولكن الأنبياء شرائعهم شتى، فالشرائع كالأمهات، واضح؟ يبقى الأم يحرم نكاحها، والبنت، وبعدين الأخت. الأخت بقى ثلاث أنواع: الأخت الشقيقة، والأخت الأم، والأخت الأب، كل دول يحرم. والخالة حقيقة أو بتوسط، كخالة الأب أو الأم،
يعني خالتي اللي هي اخت امي دي الخالة الحقيقية. طب خالة امي برضو خالتي بس مجازية. طب خالة ابويا برضو خالتي بس مجازية، برضو يحرم نكاح. واضح؟ والعمة حقيقة او بتوسط كعمة الاب، برضو نفس الحكاية. عمتي اللي هي اخت ابويا يحرم نكاح. طيب وعمة ابويا يحرم نكاح. طب وعمة امي يحرم نكاح. واخد بالك ازاي؟ برضو وبنت الاخ وبنات اولاده من ذكر وانثى. بنت الاخ وبنات اولاد الاخ برضو كده برضو. يعني اخويا انجب ولد، الولد ده انجب بنات، برضو البنات دول ولاد ابن اخويا، بنات ابن اخويا برضو يحرم نكاح، لان يعتبروا بناته الاخ لانه فروعه كده. وبعضهم يسموها فصول احسن، يسموها فصول في البنات يعني. وبنت الاخ وبنات اولاده من ذكر وانثى. وبنت الاخت برضو، وبنات الاخ وبنات الاخت، واخد بالك؟ وبنات اولادها من ذكر وانثى. عطف المصنف على قوله سابقا سبع، قوله هنا واثنتان، يبقى سبع من نسب قالهم، وهيبقى سبعة زيهم من الرضاع، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كده برضه، يبقى كده 14. يبقى سبع النسب زي سبع الرضاع، أم من الرضاع وأم من النسب، أخت من الرضاع أخت من النسب كده برضه، بنت من الرضاع بنت من النسب. يبقى كل واحدة يقابلها واحدة زيها من الرضاع، يبقى سبعة من النسب وسبعة بالرضاع، أدي 14. واثنتان أي المحرمات بالنص بالرضاع، وهم الأم المرضعة والأخت من الرضاع. هنا اقتصر المصنف طبعا على الاثنين دول، ما قالش السبعة، مراعاة لنص نظم الآية، مراعاة لنظم الآية. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بس نظم الآية كده. وبعدين جه الحديث قال يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع، فكمل. واضح؟ وهم الأم المرضعة والأخت من الرضاعة. وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، كما سيأتي بالتصريح به في كلام المتن. والمحرمات بالنص بالمصاهرة بالزواج أربعة، أربعة بالمصاهرة. وقلنا أم الزوجة، أم الزوجة حماتك يعني، أم الزوجة وإن علت أمها. العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد عقدت على البنت يحرم الأم على التأبيد حتى لو لم تدخل به، لكن الدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني لو عقدت على الأم وطلقتها دون أن تدخل، لك أن تتزوج بنتها. يبقى عندنا القاعدة كده، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. كويس؟ طبعا ليها حكمة، إن يقطع طمع الأم البنت في من تقدم للزواج ببنتها، يقطع الطمع تماما لأنه بقى ابنها، فيقطع الطمع. واخد بالك؟ ما هو الربيبة هن اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، يبقى تحرم الربيبة إذا دخلت بالأم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، يبقى العبرة بالدخول. واضح؟ وإن علت، وهن أم الزوجة وإن علت، أم الزوجة، أم أم الزوجة، أم أبو الزوجة، يبقى الأم أو جدة الزوجة كمان، واخد جدة الإيه؟ أم الزوجة. وإن علت أمها سواء من نسب أو من رضاع برضه، واخد بالك؟ سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، يبقى إيه؟ الدخول هنا مش مشروط في حرمة أم الزوجة. والربيبة، الربيبة اللي بنت الزوجة، أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، إذا دخل بالأم بس تحرم الربيبة بنص الآية. وزوجة الأبي، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأب برضو، إيه زوجة الأب محرمة؟ بمجرد العقد عليها، عشان يحرم أن تتطلع زوجة الأب لابنه، أو يتطلع ابن الزوج لزوجة أبيه. يعني يحرم حتى إنه يتطلع إليها، خلاص بقت أمه،
حتى ولو كانت اصغر منه في السن امه، واخد بقى؟ افرض ابوك عنده 50 سنة اتجوز بنت عندها 25 سنة وانت عندك 30 سنة، دي امك برضه من حيث الزواج والطلاق، دي بقت امك. واضح؟ والربيبة اي بنت الزوجة اذا دخل بالام وزوجة الاب وان على الاب وابو الاب وهكذا، وزوجة الابن وان سفل برضه نفس الحكاية. زوجة الابن اول ما ابنك يتزوج، هذه البنت اللي تزوجها ابنك بقت بنتك، تهت خلاص، تقوم حتى ايه يبقى في الفة في الاسر بقى، في ارتباط في الاسر، مش يفضل ابنك بيقلق على مراته منك وبيغير على مراته من ابوه، ما ينفعش بقى، ده انت ابوه، فهمت؟ فالحكايه دي كلها بتزيد اواصر الاسره وترابط الاسره. واضح؟ وزوجة الابن وان سفل. والمحرمات السابقه حرمتها على التأبيد، وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط، وهي أخت الزوجة. طب نقف هنا لحد على أي حال علشان نشوف بقى كلام الشيخ البيجوري، لأنه في كلام مشاكل كثيرة هتقابلنا في التفاصيل. يا الله يا كريم، الآية بتقول إيه؟ لازم نحفظها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في الزنا قال انه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قالش مقت. المقت في النساء، اي في سورة النساء. اللي بيحفظ الحكاية يقول لك المقت في النساء، اي في سورة النساء مش في الإسراء. واخد بالك؟ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كانت عادة الجاهلية الراجل لما يموت ابنه الكبير يتجوز زوجات أبيه. كانت عادة الجاهلية كده. عشان كده قال إلا ما قد سلف قبل الشرع. إلا ما قد سلف، عدي اللي فات خلاص، لا إثم فيه لأن لا تكليف. لكن اللي يمسك واحدة وكانت زوجة أبوه بمجرد نزول الآية يحصل إيه؟ فسخ، مش طلاق ولا خلع. فسخ، انفسخ العقد. فاهم؟ لا يبقى لا طلاق ولا خلع. وبعدين يقول بعد كده حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لازم القيد ده. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنبي ألحق العمة والخال. السنة بقى. لا يحرم الإيه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بالسنة. والمرأة وأختها ده بالنص بالقرآن. بعد كده كمان والمحصنات من النساء من ضمن المحرمات، يعني امرأة مزوجة دي خلاص دي حرام، دي كأنها أمك ما تتكلمش فيها، زوجة جارك، زوجة صاحبك، واحدة ماشية في الشارع متجوزة مالكش دعوة بيها، دي من المحرمات. طول ما هي مزوجة اسمها المحصنات من النساء. يبقى أي امرأة مزوجة يحرم النظر إليها أصلا على سبيل الأمل في الزواج بها أو إفسادها على زوجها حتى يطلقها ثم يحرم هذا. واخد بالك؟ زي بال ملعون إن هو يفسدها على زوجها من أجل أن يتزوجها. والمحصنات من النساء اللاتي إلا ما ملكت أيمانكم. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. بعد كده كل الستات بقى تتجوز أي حد. وطبعا غير الكتابيات برضو، غير الكتابيات يحرم الزواج بهن، واحدة بوذية، واحدة هندوسية، واحدة يعني اللي هي لا مسيحية ولا يهودية، يحرم الزواج بهن مطلقا. خدت بالك؟ قول والمحرمات أي من حيث نكاحهن، أي من حيث نكاحهن كما أشار إليه الشارح في قول أي المحرم نكاحهن، لأن التحريم كغير من الأحكام
لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال. وقوله بالنص أي نص القرآن الكريم كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وقوله 14 أي لأن المحرمات بالنسب 7 وبالرضاع على ما ذكره المصنف نظرا لظاهر الآية 2، وبالمصاهرة 4، وواحدة بالجمع فالجملة 14 كما ذكره المصنف. وفي الحقيقة المحرمات بالرضاع 7 كما أن المحرمات بالنسب 7 والمحرمات بالمصاهرة 4، فجملة المحرمات تحريما مؤبدا 7 و7 14 و4 18، واخد بالك 18. والمحرمات من جهة الجمع تفصيلا 3 و18 يبقى 21. وتضيف بقى ملك اليمين، في ملك اليمين يحرم الجمع في ملك اليمين بما يحرم الجمع بالنكاح في النكاح. يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده أما وأختها ويستمتع بالاثنين، واحدة فيهم، فإذا استمتع بواحدة حرمت على عليه الاستمتاع بالأخت. وكذلك عنده أما وأمها يستمتع بإحداهما، واخد بالك إزاي؟ فلا يجوز. يبقى برضو داخل حرمة الجمع يبقى 4، الرابع في حرمة الجمع يبقى نوصل 22، يوصلوا بالتفصيل 22، خدت بالك؟ والمحرمات من جهة الجمع تفصيلا 3 أخت الزوجة وعمتها وخالتها كما هو مذكور في كلام المصنف فقول المحشي اللي هو البرماوي. وأربع في تحريم الجمع على ما سيأتي فيه نظر، إلا أن يريد بالرابعة المحرمة بملك اليمين كما قاله الميداني، وستأتي في قول الشارح ومن حرم الجمع بينهما بنكاح حرم جمعهما أيضا بالوطن في ملك اليمين. فتلك واحدة إجمالا إذا ضمت للثلاثة المذكورة فصارت 4، فيستقيم عبد المحشي أنه عدهم 22، واضح؟ لكن احنا لو فكنا برضو بتوع ملك اليمين لأربعة لثلاثة كمان اللي هو ملك اليمين، يبقى نحط على ال 22 كمان 2 يبقى 24 تفصيلا، لو انت عايز يعني تحطهم صف واحد. قول وفي بعض النسخ 14، يعني مرة قال 14 ومرة قال 14. والنسخة الأولى أولى من حيث الإعراب والنحو، النسخة الأولى اللي هي 14 أحسن، لأن المعدود المؤنث إذا كان عدده مركبا تترك التاء تاء التأنيث يعني في جزئه الأول وتثبت في الجزء الثاني، كويس؟ قوله 7 بتقديم السين على الموحدة. وقوله بالنسب أي يحرمن بسبب النسب. وللمحرمات بالنسب ضابطان، بعض العلماء يحب يعمل لك ضوابط كده بدل ما يقعد يقول لك الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وتقعد تدوخ منه، عايز يقول لك ضابط وانت عرفه على طول. تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، يبقى تحرم نساء القرابة إلا لو كانت بنت عم أو بنت خالة بس وخلاص، أو بنت عمة أو بنت خالة وتريح نفسك. والضابط ده ضابط لطيف، في ضابط تاني يحير شوية لكنه لما تقعد تفكر فيه تلاقيه برضو كويس. الثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل. ده ضابط يعني حير شوية لكن معلش نقعد نفكر فيه. ايه هي الاصول؟ الامهات وان علت يبقى يحرم اصوله، خلاص الامهات وان علت. والفصول ايه هو الفصل؟ البنات، لما يبقى ذكور يسموه فرع وما يبقى بنت يسموها فصل، فهمت؟ والفصول اللي هي البنات وان سفلت. وفصول اول الاصول اللي هم مين؟ فصول أول الأصول اللي هي الأخوات وبنات الأخ، فصول أول الأصول. الأصل الأول بعد الأصل الأول، فالأصول الأمهات وإن علت، والفصول البنات وإن سفلت. وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ، كويس، وبنات الأخت
وبنات أولادهم، لأن أول الأصول الآباء والأمهات، وفصولهم الإخوة والأخوات وأولادهم، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو العمات والخالات. أول أصل من إيه؟ أول فصل من كل أصل، علشان مش عايز يدخل بنات العمات، عايز يخرجهم لأنه يجوز. هو العمات والخالات، لأن كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد والجدات وإن علوا، وخرج بأول فصل ثاني فصل وهو أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات، وثالث فصل وهكذا. وهذا الضابط اللي قاله مين؟ الشيخ أبو إسحاق السفرايين، كان من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، من كبار أصحاب الوجوه، صاحب كتاب إيه؟ المهذب، صاحب كتاب المهذب اللي شرحه الإمام النووي في المجموع، أبو إسحاق السفرايين. ولا المهذب لليه؟ للشيرازي. لا، المهذب ده للشيرازي، يبقى السفراييني مش هو، لكن الاثنين من أصحاب الوجوه، أبو إسحاق الشيرازي وأبو إسحاق السفرايني. كويس. والأول الضابط الأول اللي هو سهل ده، اللي هو تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، الضابط ده لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي، وهو أولى كما قاله الرافعي لإيجازه ونصه على الإناث بخلاف الثاني. قول وهي السبعة يعني التي تحرم بالنسب، وفي بعض النسخ وهن، وهي أولى لأنه ضمير جمع المؤنث العاقل، وهذا في معنى قول الأم وإن علت. وضابطها أن تقول كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى، يبقى أي أم العلاقة بينك وبينها ولادة، إما ولادة مباشرة أو ولادة بعيدة، دي اسمها أم. ولادة بعيدة زي الأم الست اللي ولدت أبيك، دي تعتبر رد أم، بس بينك وبينها ولادة بعيدة. أو مثلا إيه؟ ولدت من ولدتك أم الأم، واخد بالك؟ وهكذا. كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك سواء ذكرا كان أو أنثى، كأم الأب اللي هي الجدة لأب، وأم الأم اللي هي الجدة لأم. فمن ولدتك هي أمك حقيقة، ومن ولدت من ولدك هي أمك مجازا. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي نسبك إليها نسبا لغويا بواسطة أو بغيرها. ليه قال لك نسبا لغويا مش شرعيا؟ لأن ربنا بيقول ادعوهم لآبائهم، فالنسب الشرعي للآباء. فهمتني بقى ازاي؟ على شكل قال نسبا لغويا ما قالش شرعيا. فالتي بواسطة هي الأم المجازية، والتي بغير واسطة هي الأم الحقيقية، وإنما قلنا نسبا لغويا لأن النسب الشرعي لا يكون إلا للآباء. قال تعالى ادعوهم لآبائهم. والناس العوام لما تيجي تقول له ادعي لي يقول لك اسم امك ايه؟ عشان يدعي لك باسم امك، متصور ان لازم ايه؟ يدعي لك باسم امك، فلان ابن تفيده، فلان ابن عتريسه، فلان ابن نفيسه، اي حاجه ما ينفعش. فهمت ازاي؟ دي كلام عوام. يدعى الناس يوم القيامه بابائهم برضه. خد بالك، يدعى الناس يوم القيامه حتى بابائهم. وده اللي وارد في حديث الترمذي، ان يدعى الناس بابائهم يوم القيامه. واخد بالك ازاي؟ يبقى حكايه ان يدعوا بامهاتهم دي لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ولد نسبته لابيه الا ابناء فاطمه انا ابوهم وانا عصبتهم صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ابناء ولد نسبته لابيه، واخد بالك، الا أبناء فاطمة أنا عصبتهم وأنا إيه؟ أبوهم صلى الله عليه وسلم. ودي إيه؟ يدلك على أن شريف الأم شريف، خلافا لأهل اليمن. أهل اليمن عندهم لازم علشان تبقى شريف تبقى صلب من الآباء بس، لكن لو الأم مش شريفة النسب والأب لأ يطلعوك اليمنيين يطلعوك. غلط، هذا خطأ في الفقه عندهم، واخد بالك؟ لازم يراجعوا هذه الأحاديث مرة أخرى، لأن ما نسب شرف سيدنا الحسن والحسين إلا من جهة الأم. فإزاي أنت عايز تخليه من جهة الأب إذا كان هو أصل النسب ما جالهمش إلا من جهة الأم؟ كده برضه؟ فناخد بقى. عشان كده نقابة الأشراف في مصر دقيقة، عندهم فقه،
هناك لو اثبتت ان امك لها نسب شريف يدي لك شهاده، لو اثبتت ان ابيك له نسب شريف يديك شهاده. في اليمن لا، لازم بالاب، خدت بالك؟ وده خطا. وحتى هنا في نقابه الاشراف في مصر بيقسموا المنسبين الى بطون وظهور. اللي نسبه من جهه الاباء يسموه ظهور، واللي نسبه من جهه الامهات يسموه بطون، واخد بالك؟ قوله والبنت وان سفلت، وضابطها ان تقول كل من ولدتها او ولدت من ولدها. البنت وان سفلت، ضابطها ان تقول كل من ولدتها او ولدت من ولدها ذكرا كان او انثى. صلحها، شكل شكل عشان تعرف تقرا. أن تقول كل من ولدتها أنت، كل من ولدتها أنت تبقى بنتك، أو ولدت من ولدها، يعني بنت ابنك، بنت، لأن أنت ولدت من ولدها كده برضو. ذكرا كان أو أنثى، كبنت ابن وبنت بنت، فمن ولدتها هي بنتك حقيقة، ومن ولدت من ولدها هي بنتك مجازا. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو بغيرها، فالتي بواسطة هي البنت المجازية، والتي بغير واسطة هي البنت الحقيقية. ودخل في الضابط المذكور المنفية باللعان. طيب أنت عارف إيه لو واحدة حملت ورماها زوجها بالزنا فتلاعنا؟ يعني إيه أقسامه؟ أربع إيمان إن هي ايه؟ زنت. اقسم عليها كده، وان اللي بطنها ده مش ابنه. والخمسه ان لعنه ربنا عليه لو كان كاذبا، وهي راحت ردت عليه. راحت اقسمت اربع ايمان انه كذاب، وان غضب ربنا عليها لو كان صادقا. ده اسمه ايه؟ اللعان او الملعن. لما يحصل اللعان ده بيحصل ايه؟ تفريق بينهم على التأبيد. خدت بالك؟ يبقى ما ينفعش يتجوزها تاني، حتى لو اتجوزت 10 بعدين. حرمة على التأبيد، كويس؟ طب واللي ببطنها؟ اسمها منفية باللعان، لا تنسب له. يبقى منفية باللعان، لا تنسب له. في حين إن ربنا قايل، الرسول قايل الولد للفراش وللعاهر الحجر. فبقى عندنا حكم إن البنت للفراش لأنه صاحب الإيه؟ العقد. وعلشان كده لو ألحقها بنفسه ينسبها الشرع لي حتى بعد اللعان لو ألحقها لنفسه، واخد بالك؟ وطالما الأمر معلق بهذه الصورة يبقى المنفية باللعان تعتبر بنته برضه، حتى سواء ألحقها أو لم يلحق تعتبر بنته، يحرم الزواج به. واضح؟ ودخل في الضابط المذكور المنفية باللعان لأنه قد يستلحقها نافيها فتلحقه فتحرم عليه، ويثبت لها جميع الأحكام، أحكام البنت بقى، فلا تقطع بسرقتها مال الناس. يعني ابنك لو سرقك أو بنتك سرقتك ما يقطعش يدها. ليه؟ لأن في شبهة هنا في المحل، لأن هي ليها حق في مالك. يوم ما يقطعش يد لشبهة إيه؟ المحل. لأن المحل ده المال اللي أنت عندك ده، مالك ده واجب النفقة منه على أولادك، فأولادك ليهم حق فيه. صح صح، حق غير معلوم صحيح، لكن ليهم حق. فإذا سرقك ابنك لا يقطع يده، بس يبقى حرامي برضه، يعاقب بس عقوبة غير القتل، واخد بالك؟ فلا تقطع بسرقتها مال النافي، وكذا عكسه، وهو نفسه لو سرقها ما يقطعش ماله، لأن أنت ومالك لأبيك. واضح؟ ولا يقتل بقتلها برضه، يعني حتى لو قتلها لا يقتل لشبهة التأديب، لأنه ربما كان يضربها لأن يؤدبها لا ليقتلها. طب وقلنا ليه في شبهة التأديب؟ لكمال الشفقة، لأن غالبا الأب عنده شفقة، ما يصلش ليه الحد إنه يضرب ابنه لحد ما يموته، يبقى كأنه جاء على غير قصد. واضح؟ ولا يقتل بقتلها وإن أصر على النفس، ولا يحرم عليه النظر إليها ولا الخلوة بها، ولا ينتقد وضوء بلمسها، لأن لا ننقض بالشك، وهذا ما اعتمده الرملي،
وخالفه ابن حجر الهيتمي فقال الأوجه حرمة النظر إليها والخلوة بها والنقد بلمسها، ولعله راعى الاحتياط في هذه الأحكام. طيب نيجي بقى بقضية أخرى. وأما المخلوقة من ماء زنا شخص، راجل زنا والعياذ بالله، ربنا ينجينا وذريتنا، فحملت المرأة فأنجبت بنتا، هذه البنت ليست بنته في الشرع لأن ما فيش بينهما عقد، واضح؟ اللي بينسب هو وجود العقد الشرعي، يبقى البنت اللي من الزنا دي ليست بنته، واضح؟ طب افرض البنت دي كبرت، له أن يتزوجها طالما ليست بنته، وإن تولدت من مائه. فهمتني ازاي؟ مسألة قضية. ذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى حرمة الزواج بها، واضح؟ والشافعية وجهان، وجه زيهم حرمة الزواج بها، والأصح المعتمد عندهم كراهة الزواج بها وليس حرمتها، واخد بالك؟ لأنه ماء هدر لا ينبني عليه أحكام. فهمت بقى المسألة؟ يبقى إيه؟ الزواج بإيه؟ ببنته من الزنا. واحنا لما نقول ببنته من الزنا دي بنت يعني ايه؟ يعني ليس بنت شرعية، لكنها ده بنت بس من الناحية اللغوية، واضح؟ فيها مذهبان، مذهب الثلاثة ووجه عند الشافعية انه يحرم الزواج بها، كويس؟ ووجه مقابل عند الشافعية وهو الأصح المعتمد بكراهة الزواج بها وليس بحرمته. لماذا؟ لأن ماء الزنا ماء هدر لا ينبني عليه أحكام، لأنه بالإجماع لا يتوارثان، وبالإجماع لا تنسب إليه. فطالما بالإجماع لا يتوارثان وبالإجماع لا تنسب إليه، يبقى هي أجنبية عنه، وبالتالي يبقى يتزوجها، له أن يتزوجها مع الكراهة خروجا من خلاف من حرمه، واضح؟ الوجه الثاني قال لا، تتبعض الأحكام. تتبعض الأحكام يعني إيه؟ يعني لا تنسب إليه ولا يتوارثان، ويحرم الزواج بها احتياطا، واضح؟ وأنا أميل للرأي الغير معتمد في هذه المسألة، أنا شخصيا أميل للرأي الغير معتمد في هذه المسألة اللي هو حرمة الزواج بها، واخد بالك؟ واللي يقول بحرمة الزواج بها يفضل شافعي برضه، لأنه ده وجه في المذهب عندنا، مش هيتخلى عن شافعيته. فهمت؟ لأن الشافعية عندهم وجهان، وجه بالحرمة كسائر المذاهب، وجه تاني لما ابتدوا يقولوا لأن عندهم قاعدة أنها لا تتبعض الأحكام. القاعدة الأصولية أن الأحكام لا تتبعض. فهنا لما خالفت القاعدة الأصولية دي تبعض الأحكام، قال لك خلاص يبقى على الأقل نقول مكروه بقى، حتى ايه لا نبعد الاحكام، ونقول انه مكروه وليس حراما، مراعاة لعدم تبعيد الاحكام، نقول بعضها كذا وبعضها كذا. فهمت طريقة تفكير الفقهاء؟ حرام هو ممكن يلحقها بنسب العيلة يعني مش باسمه، لان هي مش هتبقى بنته لا تورثه، واخد بالك ازاي؟ ولا هتتكتب حتى في اعلام الوراثه انها من بناته لما يموت، واضح؟ اما هو الاحسن طبعا انه ما يزنيش ويريحنا، ويريح هو لما زنى عمل لنا مشكله فقهيه. اما المخلوقه من ماء زنا شخص مقابل لقولي والبنت، لان المراد البنت التي تنسب اليه، فان الكلام في السبع التي تحرم بالنسب وهذه لا تنسب اليه، وقول فتحل له على الأصح هو المعتمد، إذ لا حرم لماء الزنا بدليل انتفاء سائر الأحكام عنها من إرث وغيره، فلا تتبعض الأحكام. فهمت كلامهم بيفكروا إزاي؟ كما يقول المخالف، المخالف اللي يقول لك تتبعض الأحكام، المخالف اللي هو المذاهب الأخرى والوجه المقابل، المخالف اللي هو مين؟ المذاهب الأخرى والوجه المقابل بمذهب الشافعي، فإنه يقول لا تحل له ولا ترث، فإنه مجمع على منع الإرث كما قاله الرافعي. ومثل المخلوقة من ماء زناه، خد بالك بقى حتة مهمة دي، المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته،
ساعات بيعملوا ايه؟ تلقيح خارجي، ياخد مني الرجل ويحقنه في رحم الزوجة. طب ما اذا الرجل استخرج منيه بيده هذا الماء لا حرمة له، فلا تنسب لي. اللي هيتولد ده ما ينسبش لي، لانه يعتبر زي ماء الزنا، لانه خارج حرام. طب وايه الحل؟ يخرجوا بيد حليلته، واضح؟ عشان تنسب اليه. ودي نقطة دقيقة ما بياخدش باله منها دكاترة النساء والتوليد لما بيعملوا مثل هذه الامور، واضح؟ يعني لما ما يستخرجوش بيد نفسه زي العادة السرية، لا، يخلي زوجته هي اللي تدلك له عضو حتى يخرج الماء. فإذا خرج الماء يبقى هذا الماء خارج بطريقة مباحة شرعا، فلا يخرج بطريقة حرام شرعا. فهمت المسألة؟ ودي حتة مهمة ياخد باله منها أطباء النساء اللي بيشتغلوا في موضوع التلقيح الصناعي والتلقيح خارج الرحم والقضايا مثل هذه القضايا. تفوت عليهم، ها؟ حرام، ها؟ ومثل المخلوق من ماء زناء المخلوق من ماء استمنائه بغير يد حليلته، ومثلها أيضا المرتبعة بلبن الزنا. فإذا أرضأ، يعني إيه؟ يعني المرأة التي زنى بها هذا الرجل أنجبت له بنتا، هذه البنت ليست بنته، وصارت هذه المرأة ترضع هذه البنت ففي ثديها لبن، فأرضعت امرأة أخرى بنت تانية. البنت دي بنت هذه المرأة من الرضاع وليست بنت هذا الرجل، وإن كان هو السبب في هذا اللبن. فهمت ازاي؟ لأن ده اسمه لبن زنا، لبن تولد في الثدي بسبب الزنا، فلا ينبني عليه تحريم أيضا. فهمتني ازاي؟ فتبقى البنت التي أرضعتها المرأة التي زنى بها فحملت فانجبت، فإن أرضعت أي أنثى أخرى هذه الأنثى الأخرى ليست بنته كمان من الرضاع، لأن هذا الرضاع غير محترم، لأن هذا اللبن الذي نبت في ثديها لبن غير محترم شرعا، لأنه نبت من حمل سفاح. واضح كلام الفقهاء؟ تأخذ بالك من هذه القضايا لأنها تغيب على ناس كثيرين في هذا العصر. ومثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا، فإذا أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له كما تحل له البنت المخلوقة من ماء زنا. كل ده تفريعات على الوجه الإيه؟ على الوجه المعتمد في المذهب، وهي كراهة الزواج وليس حرمة الزواج. وقول لكن مع الكراهة، لحسن تفتكر ان حلال بلال كده يعني، لا برضه مكروه، واضح؟ وقول لكن مع الكراهة فيكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، ومن حرمها هو الوجه الثاني في المذهب وباقي المذاهب، واضح؟ قول وسواء كانت المزني بها مطاوعة أي على الزنا أو لا، أو لم تكن مطاوعة بأن كانت مكرهة، في الحالتين يعني. وأما المرأة بقى اللي هي زانت دي وحملت فأنجبت ولدا، الولد ده ابنها، ما تقوليش بقى يعني نقيسها قياسا ان ده تولد برضو من ماء من مني في الزنا في الحرام يبقى مش ابنها، لا ده ابنها، لأنه خرج منها ولدا فيبقى ابنها ويرثها، واخد بالك؟ وتحرم انه يتزوجها لأنه انفصل منها رجلا، بني آدم كامل الآدمية، إنما الثاني في مني الرجل لما انفصل منه المني انفصل نطفة، والنطفة دي عبارة عن نصف إنسان مش كل الإنسان، مش كده برضه؟ وغير محترمة، النطفة دي كمان غير محترمة، بخلاف الإيه؟ لما تولد تكون في بطنها خرج آدمي كامل بقى محترم وبقى إنسان كامل، يبقى ينبني عليه أحكام ينسب إليها ولا ينسب لصاحب الماء، واضح؟ وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها، على أختها برضو وعلى بنتها وعلى عمتها وهكذا، ويرث منها وترث منه بالإجماع،
والفرق بين الرجل حيث لا تحرم عليه البنت المخلوقة من ماء زناه وبين المرأة حيث يحرم عليها الولد المخلوق من ماء زناها أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها، والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل. يبقى كده خلصنا إيه؟ الأم والبنت. نيجي للأخت. على المذهب ان هي مش اخته. على الوجه الثاني، الوجه اللي بنقول ان هي ايه، يعني يصح له ان يتزوجها انها اجنبيه. فهمتني ازاي؟ لكن لا يصح زواج ابنه بها على المذاهب الاخرى لانها تعتبر اخته. واضح؟ لو تزوج بالأم بالمرأة التي زنى بها وهي حامل فوضعت بعد 6 أشهر فأكثر تنسب له، فإن وضعت بعد أقل من 6 أشهر لا تنسب له. واضح؟ اللي مش على كام؟ لسه؟ طيب. ما احنا قايلين أقل فترة الحمل إيه؟ 6 أشهر. فلو واحد عقد على امرأة ودخل بها فأنجبت بعد 4 شهور، اللي ولدته بعد 4 شهور ده مش ابنه. طب انجبت بعد 6 اشهر ابنه او بنته، على حسب بقى جابت ولد ولا بنت. واضح؟ بعد الدخول، تولد بعد الدخول ب6 اشهر عشان ينسب ليه. فهمت؟ فلو هو زنى بامراه فحملت عليه انه يعقد عليها بسرعه. هو عايز ينسب العيل اللي في بطنها ده ليه، يعقد عليها بسرعه وهي حامل في الشهر الاول في الشهر الثاني، علشان لما تضعه في 9 اشهر يبقى هينزل في سن 7 شهور ينسب ايه؟ طبعا لو انكر النسب وانجبت الزوجه اللي دخل بيها انجبت بعد اقل من 6 اشهر لا ان ينكر النسب، ولو عمل قضيه القاضي هيوافقه ويحكم له ان ده مش ابنه. ما هو القاضي بيحكم بالشرع في القضايا دي، بيحكم بالشرع. واضح؟ ده الكلام ده لما ينكر نسبه ووضعته بعد 6 اشهر يقوم يجي يقول لها نحلل بقى، لا تكون بتفتري عليه. واضح؟ بس واما والاخت وضابطها كل انثى ولدها ابواك. الاخت اللي احنا قلنا 3 انواع، اخت ولدها الاب والام اسمها شقيقه، اخت ولدتها الام تسمى اخت لام، واخت ولدها الاب يسمى اخت لاب. 3 انواع، كل دول يحرم الزواج بينهم، ومثلها من الرضاع. وضابطها كل انثى ولدها ابواك او احدهما، فالاولى شقيقه والثانيه لاب او لام. فلذلك قال الشارح شقيقه كانت او لاب او لام. قول والخاله وضابطها كل اخت انثى ولدتك بواسطه او بغيرها. اي اخت انثى ولدتك تبقى خاله، لأن الأنثى اللي ولدتك اسمها إيه؟ أمك. أختها تبقى خالتك. طب لو أخت الأم اللي ولدتك اسمها الخالة الحقيقية. طيب لو خالة الأم تبقى خالة مجازية. طب خالة الأب تبقى خالة مجازية، فممكن تبقى الخالة من جهة الأب وتبقى الخالة من جهة الأم. واضح؟ وكل دول يحرم الزواج بينهم. وضابطها كل أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها، فالتي بغير واسطة هي الخالة حقيقة، والتي بواسطة كخالة أبيك وخالة أمك هي الخالة مجازا. فقول الشارح حقيقة أي حالة كونية حقيقة، وهي أخت الأنثى التي ولدتك من غير واسطة. قول أو بتوسط أي وهي الخالة مجازا،
وكان الأظهر في المقابلة أن يقول أو مجازا، لكنه اكتفى باللازم، يعني بدل ما يقول بتوسط كان حيقول مجازا ويخلص، لكن قال لك اكتفى بلازمي أن المجاز يعني بالتوسط. يلا أذن يا سيدي. هي وجبت عندنا من تلت ساعة في مذهبنا الشافعي. من تلت ساعة كمان وجبت، لأن احنا عندنا بغياب الشفق الأحمر مش الأبيض يدخل وقت العشاء. الأحناف عندهم الأبيض، والأذان هنا على الأبيض على الأحناف. يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. بالنسبة لموضوع اللي هو ماء الاستمناء لو كان بيده يحرم فلا تنسب له، هذا على الوجه وجه عند الشافعي المعتمد، لكن على باقي المذاهب تنسب إليه. فهمت إزاي؟ يعني مش قضية كبيرة يعني على المذاهب التانية كلها، لكن احنا بنقول يراعى، وهذا خروجا من الخلاف بس. فهم؟ رأيين. احنا قلنا ما هو الوجه وجه ان يبقى بنته زي باقي المذاهب ويحرم وتتبعض الاحكام مع انها لا ترثه ولا تنسب اليه، وفي وجه تاني انها تبقى بنته. واخد بالك؟
ويد نفسه ما حرام. ولو استعمل يد نفسه حرام، لأن الآية بتقول إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. معناه غير الصورتين دول يبقوا ملومين كده برضو. وقوله كخالة الأب أي أخت أم الأب، وقوله أو الأم أي أو خالة الأم وهي أخت أم الأم، دي الخالات اللي هم المجازيات. والعمة، احنا قلنا الإيه؟ الأم والبنت والأخت والخالة والعمة. طبعا كان حقه يبتدي العمة قبل الخالة مراعاة لسياق الآية يعني. والعمة وضابطها كل أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها، فالتي بغير واسطة هي العمة حقيقة، والتي بواسطة كعمة أبيك وعمة أمك هي العمة مجازا. فقول الشارح حقيقة أي حال كونها حقيقة وهي أخت الذكر الذي ولدك من غير واسطة. وقول أو بتوسط أي وهي العمة المجازية، وكان الأظهر في المقابلة أن يقول أو مجازا لكنه اكتفى باللازم من نظير ما تقدم. وقولك عمة الأب أي أخت أبي الأب، وعمة الأم أي أخت أبي الأم، فقد تكون العمة من جهة الأم كما تكون الخالة من جهة الأب. ولو قدم المصنف العمة على الخالة لوافق نظم الآية الشريفة، قال تعالى وعماتكم وخالاتكم، فقدم العمات على الخالات في النظم الكريم. وبنت الأخ أي من جميع الجهات، أي من جهة الأب، احنا قلنا الأخ ده يبقى ممكن من كذا جهة، أخ شقيق، أخ لأم، أخ لأب، يبقى بنت أخ أي نوع، واخد بالك، سواء كان شقيق أو لأب أو لأم، كل دول يحرم. أي من جميع الجهات، أي من جهة الأب والأم وهو الأخ الشقيق، أو من جهة الأب فقط وهو الأخ للأب، أو من جهة الأم فقط وهو الأخ للأم، وهذه هي بنت الأخ بلا واسطة، فهي بنت الأخ حقيقة. وذكر الشارح بنت الأخ بواسطة وهي بنت الأخ مجازا بقول وبنات أولاده، وقول من ذكر وأنثى فيان للأولاد وتعميم فيهم، فإن الأولاد تشمل الذكور والإناث، فدخل في ذلك بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ. وظاهر صنيع الشارح أن بنات أولاد الأخ من زيادته على كلام المصنف، ولو جعلهن مما دخل تحت كلام المصنف لكان أولى، كأن يقول وبنت الأخ حقيقة أو بتوسط كما قال فيما سبق، وهكذا يقال في بنت الأخت فيجري فيها ما ذكر في التي قبلها. فقول وبنت الأخت أي من جميع الجهات، فيشمل بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت للأب وبنت الأخت للأم، وهذه هي بنت الأخت الحقيقية وهي التي من غير واسطة. وذكر بنت الأخت بواسطة وهي بنت الأخت مجازا بقول وبنات أولادها من ذكر وأنثى، ولو قال حقيقة أو بتوسط لكان أولى نظير ما سبق. وعطف المصنف على قوله سابقا سبع أي بالنسب، وإنما قدر الشارح ذلك لئلا يتوهم الاستئناف. وقوله قول هنا أي فيما نحن فيه الآن مفعول عطف، واثنتان قول واثنتان إلى آخره، اقتصر المصنف عليهما نظرا لظاهر الآية الكريمة، ووافقه الشارح على ذلك وعلى هذا. فباقي السبع التي تحرم من الرضاع مأخوذة من السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وبعض المفسرين يجعل السبع مأخوذة من الآية الشريفة، لأن تحريم السبع لأجل الولادة له أو منه، أو لأجل الأخوة له ولو بواسطة أو لأحد أصوله، فأشير للأول بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالتحريم لأجل الولادة الذي علم من ذلك، يشمل تحريم الأم وتحريم البنت. وأشير للثاني بقوله وأخواتكم من الرضاعة، فالتحريم لأجل الأخوة له ولو بواسطة أو لأحد أصوله الذي علم من ذلك، يشمل تحريم الأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأن تحريم الأخت لأجل الأخوة له بغير واسطة، وتحريم الخالة والعمة لأجل الأخوة لأحد أصوله الذي هو الأم في الأولى والأب في الثانية، وتحريم بنت الأخ وبنت الأخت للأخوة له بواسطة، ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء
فلذلك جرى المصنف على ظاهر الآية ووافقه الشارح عليه كما علم. يعني هو بيحاول يولد لك الأدلة المحرمات كلهم من داخل الآية، بس ولو من طريقة بعيدة من حيث اللغة، لكن الشرع الشريف جاءت السنة بيّنت وفصلت، وعلشان كده جاءت السنة بيان لما أجمله القرآن. قول أي المحرمات بالنص، أي جنس المحرمات بنص الآية الشريفة على ظاهرها، وقول اثنتان بالرضاع أي حرمتا بسبب الرضاع. وبتأويل المحرمات بالجنس صح الإخبار عنه بقول اثنتان، فإن الجنس يصدق بالثنتين، وهما أي الثنتان اللتان حرمتا حرمتا بالرضاع أو حرمتا بالرضاع. الأم المرضعة تصدق بمن أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، برضو أمك من الرضاعة، هي أمك اللي أرضعتك مباشرة أو أرضعت أمك، لأن تبقى أم أمك، فهمت؟ أو أرضعتك أو أرضعت الأم المرضعة تصدق بمن أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أبا من رضاع، وهو الفحل، أم أبوك من الرضاع أمك، واضح؟ أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها، ومثل من أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أبا من رضاع، من ولدت من أرضعتك أو ولدت أبا من رضاع، فكل واحدة من هذه الصور أم رضاع، وقص على ذلك في التصوير الباقي من السبع التي تحرم بالرضاع. أنا هقول لك طريقة حلوة يعني عشان تفهم. يحرم من الرضاع كل من اجتمع على ثدي امرأة واحدة، سواء هذه المرأة كانت حقيقة أو بالواسطة، يعني أو أمها أو غيرها. يعني نشوف هذا البني آدم الإنسان الرجل ربع من ثدي هذه المرأة اللي هي غير أمه، يبقى كل فم التقم هذا الثدي إخواته من الرضاعة، واضح؟ يبقى أي بنت التقمت نفس الثدي اللي التقمه هذا الرجل إخواته من الرضاعة، سواء كانوا معاصرين لي أو مش معاصرين لي، سواء كانت رضعتهم قبل ما يتولد أو بعد ما يتولد، واضح؟ أو حتى أرضعت إيه ولدا، فالولد ده يبقى أخوه من الرضاعة، فكبر أنجب امرأة، يبقى المرأة دي برضو البنت دي أخت بنت أخوه من الرضاعة، تبقى البنت دي تحرم برضو لأنه اجتمعوا على ثدي امرأة واحد. كويس؟ فهمنا بقى؟ يبقى إيه؟ والحكم ده خاص بهذا الرجل بس، أخوه لأ، أخوه اللي ما رضعش ملوش دخل. فهمت ازاي؟ طالما ما اجتمعش على الثدي ده. ومش كده وبس، وكل ابناء المراه دي من الرجل اللي هو صاحب اللبن، او تزوجت رجل بعده فانجبت لي فارضعت تاني كل البنات اللي جايين، يبقى حرام. ننتقل للرجل بقى صاحب اللبن، اسمه لبن الفحل، لان اللبن اللي في ثدي المراه ده بسبب ايه؟ بسبب الحمل. يعني الفحل اللي هو الذكر له دخل في وجود اللبن في ايه؟ فالاب ده يسموه اب من الرضاع. هذا الاب من الرضاع لو له زوجات اخريات انجب منهن بنات، يبقى دول اخواته من الرضاع من جهه الاب. فهمت بقى؟ اسمها ايه؟ لبن الفحل. يبقى الراجل ده متجوز اربع ستات، انت رضعت من واحدة من زوجاته، يحرم عليك بنات باقي زوجاته كمان. فهمت؟ مش بنات الزوجة دي بس، ده بنات زوجاته التانيين. طب افرض طلع واحدة من الأربعة واتجوز خمسة وأنجب منها، برضه بناتها دول طول ما هو عايش وبيتجوز وبينجب كل، فهمت ازاي؟ لأنه أبوك من الرضاعة بقى. بقى أي بنت يولدها اسمها أختك من الرضاعة بس من جهة الأب. واضح؟ فهمت المسألة بقى؟ فتاخد بالك من الحتة دي. طالما فهمت كده مش مهم تقرا التفاصيل، لكن عايز تقرا التفاصيل حتوها، نعطيك التفاصيل عشان نتوهك، واخد بالك؟ لكن هي الحكاية كده سهلة.
طب واي قدر من الرضاع وفي اي سن؟ تفاصيل في المذاهب. الشافعية قالوا 5 رضعات مشبعات وفي السنتين الاولتين من عمر الطفل، عشان ينبني التحريم لازم يبقوا في ايه؟ في 24 شهر الاولى من عمره، ويبقوا 5 رضعات مشبعات متفرقات عشان ينبني التحريم عند الشافعية. يشترط في سن الصغر وهو 2 سنين، ويشترط عدد الرضعات ان تكون 5، ويشترط ان يكون متفرقات عشان يثبت التحريم عند الشافعية. باقي المذاهب يثبت التحريم ولو بقطرة لبن وصلت في جوف الصبي، ولو بقطرة لبن وصلت لجوف الصبي، ولكن يشترط أن يكون في الصغر. وحد الصغر اختلفوا فيه، بعضهم قال 2 الأوليين كالشافعية، وبعضهم مدها إلى 30 شهرا. واضح؟ يعني لو وصل قطرة لبن يقينا بالقطارة كده، عارف القطارة اللي بيحط فيها القطرة في العين؟ خدت لبن كده بالقطارة والواد فتح بقه زي التطعيم، وقطرت فيه نقطة لبن والواد بلعها، بقى دي أمه من الرضاعة. كويس؟ على مين؟ على مذهب المالكية، على مذهب الحنابلة، على مذهب الأحناف. لكن مش أمه من الرضاعة على مذهب الشافعي. سواء وصل اللبن إلى جوف الصبي بأن التقم الثدي أو بأن شرب اللبن، ولو عن طريق الخرطوم اللي في الأنف في الحضانة. ساعات العيل يبقى في الحضانة يحط له خرطوم كده اسمها رايل، أنبوبة رايل، ويخلوا المرأة تعصر لبنها وياخدوه يحطوه في السرنجة ويحقنوه في الأنبوبة، يبقى وصل إلى جوف الصبي، دي اسمها رضاع من الناحية الشرعية. يبقى الرضاع من الناحية الشرعية هو وصول اللبن إلى جوف الصبي بأي طريقة كانت، سواء بالمص أو بالبلع أو بالحقن. واضح؟ ثم نأتي بعد ذلك إلى قضية رضاع الكبير. إذا رضع في سن بعد هذه السن اللي هي 30 شهرا على حد أقصى، عند الأحناف 30 شهر، عند أظن أبي يوسف أو الحسن عنده 30 شهر، الشافعية قالوا 2 سنين بس، حولين كاملين لمن أراد أن يتمرد، واخد بالك؟ والتاني قالوا في صالوه 30 شهرا، خلينا حد 30 وكفاية. ها؟ 30 شهر. نيجي بقى في قضية ما بعد هذا. لو وصل اللبن في جوف إنسان سواء كان التقم الثدي أو لم يلتقم الثدي، شربه مثلا، وهو عنده 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، فهمت ازاي؟ هل ينبني عليه تحريم ام لا؟ اللي هي قضية سموها رضاع الكبير، قضية رضاع الكبير. ذهبت سيدتنا عائشة ام المؤمنين الى انها تحرم. واضح؟ بناء على سيدنا سالم مولى ابي حذيفة، عندما كان تبناه في الجاهلية، ولما كبر وبقى شاب بقى يغير على امراته زوجته لما يدخل عليها، زوجته الثانية. كويس؟ كان ليه زوجة، زوجة ابي حذيفة بتنجب اولاد، ليه زوجة ثانية لم تنجب، وكان سالم ده مولاها، فاعتقته وتبنته، وتبنى معها سالم قبل تحريم التبني. ابي حذيفة ليه زوجة ثانية غير الزوجة دي، فكان اما يدخل، ده اسمه ابن ابو حذيفة، فيدخل على مرات ابوه. مرات ابوه لما شافت سالم كبر وطلع له شنب ودقن راجل كده، بقت تحرج منه، يدخل عليها حاسه ان راجل غريب، واخد بالك؟ وحست ان ابي حذيفة ابتدى يغير، فراحت تشتكي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارضعيه يحرم عليك، ويذهب ما في قلب ابي حذيفة. الحديث في البخاري. وش مقصود ارضعيه؟ يعني يلتقم ثديها، يعني معناها تعصر شوية لبن في كوباية وتدهون ويشربه، هذه معناها. لأن الرضاعة في الشرع ليس معناها التقام الثدي فقط، ولكن هو وصول اللبن إلى جوف الإنسان. واضح؟ فسيدنا حذيفة شرب وخلص. أمة النبي كلها وجميع أمهات المؤمنين فهموا أن الحادثة دي خاصة بسالم دون سائر الأمة، خد بالك، حادثة حال ولا ينبني عليها أحكام. سيدتنا عائشة
قالت لا دي حكم عام لأنها تعتبر رضعته حكم عام. وافق سيدتنا عائشة بعض الفقهاء، قلة من الفقهاء منهم ابن تيمية، وافق سيدتنا عائشة في هذه المسألة، واخد بالك أن الرضاع الكبير يحرم وباقي الأمة أن الرضاع الكبير لا يحرم، فدي قضية تناقش. والراجح أن الرضاع الكبير لا يحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنشز العظم وأنبت اللحم فهو إيه الذي ينبني عليه الأحكام، واخد بالك إزاي؟ ومعلوم أن اللبن للرجل الكبير لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم بل لا يسد جوعته، واضح؟ وبالتالي استقر الأمر عند الأمة حتى بعد وفاة سيدتنا عائشة إن الرضاع الكبير لا ينبني عليه أحكام، وانتهينا، واخد بالك؟ وعاشت الأمة كده سنين طويلة لحد ما جاء ابن تيمية حفر 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 ويجدد تاني مذهب ستنا عائشة ونشره، وبعدين لحد ما يجي برضو ناس في العصر الحديث كده يقعدوا يحفروا يحفروا بعد ما ماتت، وبعدين وطبعا الصحفيين يحبوا القضايا الحديثة الغريبة دي يقوموا ايه يهيسوا، لكنها مخالفة للإجماع، واخد بالك ازاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، وموضوع المحرمات بالرضاع نقراه، وهنقف على المحرمات بالمصارح نبتدي منها، لأن اللي لخصته لك ده على فكرة هو اللي كتبه الشيخ البيجوري، ونكمل إن شاء الله يوم الاثنين القادم المحرمات بالمصاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان هنا ما تناولش قضية الرضاع، زمن الرضاع ولا قدر الرضاع ولا إيه قضية الرضاع الكبير، ولم يتناول قضية إيه لبن الفحل بالتفصيل، لكن كتبها كده بسرعة قد تفوت عليه، فإحنا نوهنا عليها علشان إيه نبقى لم نترك شيئا متعلق بالمسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحد وتحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير، وأقم الصلاة على اللاسلك. بتدوس على ايه؟ هو ده اللي انت خدته.